مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، اتواصل معكم من جديد مع انطلاقه خامس الاشواط والتحديات لهذا الصباح والمخصص للابكار المحليات الاصايل بشعارات اصحاب السمو والشيوخ، ولمن يرغب بالمشاركه من ابناء القبائل فباب المشاركه مفتوح ومسافتنا الحاضره هي 6 كيلومترات. فاتمنى التوفيق والناموس والسلامه لجميع المشاركين. بعد أن حضر متوكل في التحدي الماضي بشعار علي بن سعيد بن سالم الزرعي وليكرر الانتصار، والنقطة الثانية لشعار الزرعي وليحضر مع التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات 9:48 50 جزءا من الثواني. أبدأ مع المركز الأول والقيادة والصدارة مع الدرعية عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الأغفلي، شعاره مرموق الحاضر مع الدرعية في هذه اللحظات على أول المراكز. أما ثانيا وصلت السرية لتسير مع القيادة لهذا المسار، أحمد بن مطر بن مايد الخيلي يقدم لنا السرية مع أول المراكز، وثانيا الدرعية عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي. أما ثالثا حضرت في هذه اللحظات هذه غاية علي بن لاحج الحلامي لانتقل لرابع المراكز، واتابع مثايل احمد بن مطر بن مايد الخيلي الحاضر مع الاسم الثاني ضمن هذا المسار لانطلاقات الاجداع ورابع المراكز. اما خامسا وصلت محاره محمد بن عتيق بن علي الكتبي الحاضر مع محاره على مستوى خامس المراكز، ولكني بنتقل لسادس المراكز لاتابع الوثبه مظفر بن قلاب موسى بن احمد البلوشي، وسابعا حضرت الذيبه علي بن سهيل اليبهون الظهري، وتقدمت شديده ليحضر خليفه بن علي بن حمد العطيه في هذه اللحظات، وتاسعا اتابع الحضور اتابع الوصول من غيبل الظبي ظبي الفلا رمز العطاء معنى الوفايا بن حليط تحضر مع تاسع المراكز، مصبح بن سعيد بن حليط الكتبي، وعاشرا هزر بشعار الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم وبقياده المضمر سلطان بن سيف بن سلطان
المقبالي، هكذا هي النتيجة ونداءنا الأول يا ملاك ويا مضمرين للعشرة المراكز الحاضرة والمتواجدة والباحثة عن الناموس والانتصار لخامس الأشواط. أعود من جديد مع انتصاف المسافة يا أهل الإجذاع، 3 كيلومترات راحت وما بقى إلا مثلها نحو الناموس ونحو الانتصار. لا زالت السرية هي من تسير مع الصدارة والمركز الأول وقيادة هذا التحدي أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الحاضر مع المركز الأول، وثانيا تحضر الذيبة علي بن سهيل اليبهون الظاهري. وثالثا ليتابع من هناك مثايل أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، لكن رابع المراكز تدخلت شديدة ليتدخل خليفة بن علي بن حمد العطية ويقدم شعاره مع رابع المراكز، وخامسا هذه محارة محمد بن عتيق بن علي الكتبي، لكن خامس المراكز وتحمل الرقم 5 كذلك هذه الدرعية عبد الله بن سيف بن سعيد بن عنتر الغفلي. وسادسا أتابع غاية وغاية الجميع يا الحلامي هي الناموس والمركز الأول علي بن لاحج الحلامي. وسابعا حضرت الوثبة لتثب وتنطلق على أرضية هذا الميدان، انظفر بغلام بن موسى بن أحمد البلوشي، لكن بن حليط بدأ بالاندفاع بدأ بالانطلاق مع الظبي مصبح بن سعيد بن حليط الكتبي. وحضرت كذلك أدنك سلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الكتبي مع أول نداء لشعاره ضمن هذا المسار. لأكتفي بهذا القدر لندائنا الثاني، دعناه عليكم وعلى مسامعكم بالوفاء والتمام، ولأعود إلى الصدارة إلى القيادة إلى المركز الأول مع السرية تسير بنجاح حتى هذه اللحظات قائدة لهذا المسار ومتحكمة بالمركز الأول أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، لكن الذيبة علي بن سهيل اليبهون الظهري يحضر ثانيا، وصل الكتبي ليحضر مع محارة محمد بن عتيق بن علي الكتبي، وتدخلت شديدة خليفة بن علي بن حمد العطية، وحضرت مثايل مع الخيلي وتقدمت من هناك هذه غاية علي بن لاحج الحلامي، وحضر بن حليط مع الظبي. تجمعت الأبكار في نقطة واحدة باحثة عن الانتصار والتغيير مع محارة وشعار محمد بن عتيق بن علي الكتبي. والكيل الأخير الكيل المثير يا ملاك ويا مضمرين، محارة مع الانتصار والمركز الأول، لكن شديدة 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 غيرت المسار خليفة بن علي بن حمد العطية، والذيبة تحضر ثالثا علي بن سهيل اليبهون الظاهري، وتحركت مثايل مع الخيلي، لكن الصراع مع الصدارة بين محارة وبين شديدة. عاد الكتبي إلى المركز الأول مع محارة محمد بن عتيق بن علي الكتبي، وآخر الأمتار يا أهل الأبكار عن الناموس وعن الانتصار، روحت محارة روح بن عتيق. الله 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 الله
محمد بن عتيق بن علي الكتبي شديدة حاضرة العطية تحرك تحرك العطية مع شديدة والهجوم من اليابوني وكذلك الخيلي رجل الأبتال الأخيرة شوفوا مثايل 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 وما لها مثيل في هذا التحدي روحت بالانتصار رجل الأمتار الأخيرة يعرف المركز الأول أحمد بن مطر بن مايد الخيلي تهانينا والناموس أما ثانيا ثانيا المراكز كانت ذيبة علي بن سيل يبهوني الظهري وثالثا حضر شعار العطية مع شديدة خليفة بن علي بن حمد العطية ورابعا وخامسا عند هذا خط النهاية التوقيت الزمني 10 دقائق 3 ثواني 75 جزءا من الثواني تهانينا والناموس.